والجديد دائما متجدد في العطاء الجيولوجي الجديد. كان في وضاح اليمن الشعب يعني المعروف، كان في مجموعه من العرب عددهم قليل جدا، كانوا يعني وقتهم الله جمالا نادرا، وكانوا كل واحد يضع رثاما في الحج عشان لا يفتن النساء كمان، منهم وضاح اليمن كان شعرا كبيرا واحد بنت عمه روضه جميله الجذبات. ثم حدث ان روضه اصابها الكتاب، وكان المجنون يعزلونهم في الصحراء في خلال لحد ما يعني تتقطع اجزاؤهم. فكان وضاح من شده عشق روضه يحمل الطعام إليها ويروح يشاركها الطعام دون خوف إنه يعتقد بالمرض أو يشكيله مع الوقت إلى أمريكا ووقت، وصارت في الحياة بعد ذلك. أعرف عبد الملك بن مروان كيف أبوه الوليد بن عبد الملك. الوليد كان متزوج بامرأة اسمها أم البنين. أم البنين شافت وضاح وعشقته، وعلم الوليد اللي فيه وضاح بيجي لأم البنين، وجا بيا قالت له إنه إذا لولانا دخلت كذا مرة ما بلاقيش حد، قالت له في صندوق بتاع ملابس كده هي بتحطه جواه استخبى جواه ساعة بدل المنكبة. فدخل عليها الوليد، وبعد ما عرف ان وضاح دخل فيها شويه دخل فخبته في السجن. فدخل الوليد وجلس على الفرس السجن وقال لها يعني اذا طلبت منك اي شيء ترفضي ولا تفضلي؟ هو طبعا لو طلبت شيء من هذه الغرفة كلها عايز الصندوق اللي أنا جالس عليه. قلت له خد. فأمر ست عبيد أنهم ياخدوا الصندوق، ويقال أن ألقي به في بئر، وضع صندوق مفقود أحيانا، ويقال أن ألقي به في قبر قديم وطب عليه، وهكذا كانت وقصيدة نحونا عن وقتها. فاجأت العالم، جئتك كنت أرتق أيامي بالأحلام، الفكر تقطرت تهاويت، فقدت خطوط الطول، فقدت خطوط العرض، وجدتك ممسوحا، عانقت التائه في عينيك، عاد الي تضاريس الذاكره الشلاء، اقلب تاريخي اتفقده، اخترق البلدان الاعصر، اثقب صدر الكره الارضيه، ممتلئا عمرا سيفيا، ظمآن الوصل تنقب في صدر العالم عن كلمة حق، مشنقة وأنا من منا ينتزع الآخر، أستحضر نصرا من تاريخي أدعوه الليلة، فالورد تردى تحت الأحذية الفضة، أشفقت على نافذتي يا سيدتي، إن العشق أن نتحدى لا تخشى، حين يعودون سأنبئهم أني ما كنت بهذا الصندوق البلفا في قاع البئر، وأني ما
أرفض هذا الموت المجرمي وأني فاجأت العالم دين ضربت سنين الأعصم كنت اليوم الموعود انتظرتني الأحقار وها قلبت جريدتي اليومية كانوا يحتفلون بذكرى موتي أرفض في طرقات المدن المهجورة والمعمورة أصرخ من الريح أعافر أركض أجلي أتشاجر والساعات أعاقب تاريخي أركض أحمل حقلي فوق الكتف أقطع أحلامي ينثرها ثوبي أركض أفقأ نافذة القصر أشد ستائره أخلع عنك رداءك أخدش شامة فخذك فيها عنواني عرقي لا زال دفيئا عبر مسامك لا زالت أنفاسي تزهر مطلعك الشفقية فلا تعترفي إلا بي قولي للعالم أني ما زلت آه لو أنك تعترفين بوجهي يا سيدتي كنت أفاجئ هذا العالم بي. هنا ما كانش في الصندوق كان برا الصندوق. أختم بقصيدة عن منحتك قلبي الظمآن عشا فجئت إليه خوفا قد تمشى وجئت به حنان الحضن يصفو يرش عبيره الوضاء رشا فزقزق قلبك العصفور فيه وغناه فهش به وبشا لماذا قد بعدت الآن عنه لماذا لم يعد بالحب يخشى جعلت العمر في قدميك ممشى وقلبي في يد الأيام عرشا فتحت ضلوعي العطشى ولكن ذهبت تركتها للعشق عطشا فما عاد الصباح الكل خطوا وما عاد المساء الكل فرشا ولكن عاد حرمانا تعرى وحزنا في تشوقه تفشى فأضحى خطه الضفاق دمعا وأنسى قلبه نارا وقشا وأنت جناح حفر في الأعالي يرفرف لا يرى في الريح وحشا أريدك ليس هذا الدفء هشا تعالي وارجعي فالريح تخشى وأنت جناحك المحموم سر وأسرار الورى في الريح تخشى تعالي فالرياح تهب عصفا وأنا تملكين اليوم دهشا تعالى قلبي الظمآن يخشى سيغدو كل صمد فيك هشا تعالي